مشاهدينا، ولسه معاكم ومع حلقة منتصف الأسبوع والاحتفال بعيد الحب. بنشكر الصحفية مدير تحرير جريدتين في الحب، قالت حاجات يعني أعتقد إن هي دي فعلا اللي احنا بنقول عليها من بداية حلقتنا، إن يعني أيا كان مشاعرنا هي مش بهدلة. حتى الناس اللي ممكن تتأذي من الزميل أو الصديق اللي ممكن تكون بتحبه، فهي في النهاية هو تعلم من هذا الموقف، وليس هي فكرة أني أنا مش هحب تاني حد ومش هدي لحد عشان خاطر اتأذيت. احنا اتعلمنا من الخالق أن نحب، زرع فينا المحبة وعلمنا أن المحبة هي الأساس، الله محبة. فالحب هو من الصفات الرائعة جدا اللي موجودة واللي زرعها الإنسان في البشرية، زرعها حتى في الكائنات الأخرى وفي الحيوانات. فخلونا دايما نمشي بهذه المشاعر أكتر من أن احنا نبغض الآخرين أو نكره لمجرد موقف في يوم من الأيام أو حد أساء إلينا. كلمتين في الحب قالتهم الصحفية القديرة هالة فهمي، لكن لسه متواصلين معاكم ومع فقراتنا. هنرجع ليكم مرة تانية طبعا بكتير من الفقرات. من كلمتين في الحب مع مدير تحرير المسا الصحفية هالة فهمي إلى لف الهدايا. طبعا الهدايا دي من ضمن الحاجات اللي مش بس مرتبطة برضو بعيد الحب، لكن النهاردة هنركز أكثر على لف هدايا عيد الحب مع المهندسة وفاء درويش. هنروح ليها ونرجع لكم مرة تانية. حبيبي تيجي نسيب الناس، تعالى يلا بعد على عين الليلة، حاسة حبيبي بمتقى احساس. كفاية عندي حبيبي تكون قصادي بين ايد الاتنين، واللي تعاش من قبلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة بنصور او بنتكلم عن عيد جميل قوي، يا رب دايما يبقى العيد ده طول السنة، اللي هو عيد الحب. هنصور هدايا عيد الحب وهنوري المشاهدين ازاي نلف هدايا بسيطة جدا جدا وهتبقى ليها معنى حلو للي رايحاله، واللي رايحاله دايما بيوصلوا المحبة من الصديق او الاخ او الاخت او الزوج او الزوجة او الحبيبة، بتوصلهم مشاعر اللي بينفلوا الهدايا. فاحنا بنتمنى ان انتوا نعلمكم بطريقة بسيطة جدا ازاي نلف هدية بسيطة جدا وهتكون معبرة قوي عن المشاعر. تعالى يلا بعد على عين الليلة، حاسة حبيبي بمتقى احساس. كفاية عندي حبيبي تكون قصادي بين ايد الاتنين، واللي تعش من قبلك كله يهون. احنا جايبين النهاردة بوكس صغير، هو لونه احمر، وفي بوكس برضو اسود. الاسود ممكن نلفه بالتل الاحمر، والاحمر ده ممكن نلفه بالقماش الاسود اللطيف ده، ومع وردة حمراء هيجي المعنى لمعنى عيد الحب. هي اللفة لطيفة وظريفة وسهلة جدا، وبتمنى ان انتوا تجربوها باي قماش، مش شرط ممكن إشارب، ممكن قماشة أورجانزا، ممكن تول. فإحنا عندنا المتناول في أدينا النهاردة القماشة اللي هي بتاعت لف الهدايا، والقماشة بتاعت لف الهدايا دي بتتباع يعني في أماكن للف الهدايا بالشكل ده وبالشريطة. ممكن نعمل ريبونة كده خفيفة، ممكن
الناحية التانية برضو نعملها بطريقة كده. ممكن نقص الطروف ونخليها قصيرة شوية. وهتبقى بالشكل ده. ممكن نحط لها وردة خفيفة مكشوفة كده. احنا دلوقتي عندنا بوكس هو اسود مفهوش اي حاجة. بس احنا هنبتدي نعمل فيه حتة تول عندنا لونها احمر لطيفة. هنبتدي نعمل فيه حركة كده لطيفة وسهلة جدا اي حد ممكن يعرف يعملها. بنربط ربطة كده بس خلاص ادت تأثير لطيف على البوكس. وهنعمل هنا ربطة كمان. وهنقص الحاجات اللي هي الطويلة دي. هتدي تأثير لطيف للبوكس. وممكن نزوده بقلب لطيف كده زي ده هنا. هيبقى شكله كده. او ممكن نعمل وردة برضو بالشكل ده. هيبقى بالشكل ده. هو لفته سهلة جدا اي حد ممكن يعرف يعمل. ممكن كمان نعمل برضو اللفة دي بطريقة برضو لطيفة. هنعمل هنا بالقماش الاحمر. القماش الاحمر برضو بيجي تأثير لطيف وبيبقى سهل استعماله. وبرضو هنحط له ممكن القلب اللطيف ده كده. او ممكن نحطه كده يعني. هيبقى سهل قوي الاستعمال بتاعه. والوردة بتاعتنا الحمراء ممكن نعملها برضو كده. هتبقى برضو شكلها لطيف. ممكن بقى احنا لو محتاجين نجيب كارت ولا حاجة في مشبك بيبقى الوان بنبتدي نحطه ونحط فيه الكارت اللي احنا عايزينه. لان في ناس كتير قوي بتحب قوي الكلمة اللطيفة من اللي هو بيجيله هدية وبيفضل محتفظ بيها. وهو ده سر نجاح الوصول للمشاعر الهدية اللي انت موجهه الهدية. وانت الحب وحلوة سنينك كل عام. وانت الحب ضيع عيني.